بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا اخذنا بالامس؟ ماذا؟ نعم الشيخ، بسم الله. نعم، اخذنا القسم الثاني تفسير التوحيد، والقسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. وقلنا في بطلان عبادة ما سوى الله ذكر في الباب الأول بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة ما سوى الله. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أول. وبالباب الثاني بطلان عبادة الملائكة، هم أقرب ما يكون إلى الله عليهم الصلاة والسلام، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. والثالث بطلان الشفاعة، والرابع بطلان الهداية، غير هذا. نعم، فسر التوحيد بضده الشرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة، وشرك في النية والإرادة والقصد. نعم، غير هذا، غير هذا أخوان. هاشم، نعم، قلنا التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر، والمشروع إما أن يكون تبرك بأمر شرعي كقراءة القرآن مثلا، أو بأمر حسي ككتب، قلنا كتب السلف مثلا. نعم، جزاك الله خير. نعم الشيخ، أنواع المحبة، قلنا محبة مع الله شرك أكبر، يحب الله ولا يحب أحد مع الله. والثاني محبة في الله أو لله، حكمها واجب من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، تحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، وضد هذا البغض في الله. قسم الثالث من المحبة محبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأخذ بالأسباب، قلنا انقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط، قسم ينكر الأسباب جبرية، وقسم يغلو في الأسباب خرافية، وقسم يتوسط ولا يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد أنها أسباب لا تضر ولا تنفع وغيره. نعم، أخذنا الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط ان يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عليهم. وهدايه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب اولى ان لا يملكها احد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هدايه التوفيق، انك لا تهدي من احبب. اما الهدايه التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. نعم، لا نذبح، لا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ حتى لا نكثر سواد أهل الباطل، ولا يقتضى الناس بهذا الفعل، وحتى لا يقوى الكفار على هذا الفعل. إذا لابد أن نكثر سواد أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا إياكم منهم، وغير هذا. نعم، الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. الشرعية لابد فيها من شروط ثلاث، أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، إذا كانت باب الدعاء، أن تكون بقي بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. الثالث أن يعتقد أنها سبب، وذكرنا أن التمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة، لدخول تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم، وكراهية السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفتح باب شر انتهاء للقرآن. نعم، باب من الشرك. لماذا قال باب من الشرك؟ حتى يشمل الشرك الأكبر والأصغر، فإذا يعتقد تأثير بذاتها فهي أكبر، يعتقد أنها أسباب وهي ليست بأسباب فهذا أصغر. وفي الباب الثاني قال باب ما جاء في الرقى، لأن فيها تفصيل الذي ذكرنا. نعم، الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي وأضاحي عقيقة، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز شاة اللحم والتجارة وكرم الضيف.